ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير جدا. النهارده الفيديو بتاعنا رفايع مهمه جدا لاي بنوته بتتجهز او ست بيت، رفايع مهمه جدا 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 بجد. وفي كمان اطقم حاجات مهمه، يعني فيديو متنوع بس في كام حاجه كده لازم تحضروا الفيديو للاخر عشان في حاجات مهمه جدا واي عروسه بتنساها. ولازم تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. عايزين نوصل 50,000 مشترك بسرعه، لان الفيديوهات اللي جايه بجد دمار. هوريكم بقى حاجات تحفه، الصيني والاركوبايركس، هوريكم الاطقم والصواني والطاسات وكل حاجه. الفيديوهات اللي جايه بجد عظيمه، وكلها كام شهر كده هبدا اصور لكم الخزين بتاع البيت بقى، اللي هو قبل الفرح بحاجه بسيطه وميك اب العروسه. بصوا فيديوهات بجد حلوه، فلازم تشتركي في القناه وتنوريني. يلا بينا نبدا ونشوف الفيديو فيه ايه. بصوا دي اول حاجة معايا، وهي مناديل المطبخ. بصوا انا جبت الحجم الكبير ده اللي هو ماركة زينة، دي حلوة جدا وانا مجرباها. الرول بتاعتها المنديل تقيل، الواحد بس بيشرب الزيت حلو جدا. كمان بتقعد فترة، بتقعد شهور في استعمال بيت كامل، ما بالك بقى لو عروسة. فدي من حاجات مهمة جدا انك تجيبي مناديل المطبخ. والحجم ده والماركة دي حلوين جدا، فانا جبت الحجم الكبير. وهجيب واحدة صغيرة او كم، يعني هجيب من الصغير عشان احطه في المنظم، لكن دي بجد ما تستغنيش عنها لانها كمان اتنين طبقة، فحلوة جدا. بعد كده كنت جايبة الليف او الحاجات بتاعة المواعين دي، جايبة كذا نوع، بس لقيت النوع ده حلو جدا، تقيل من جوه، فعجبوني خالص. انصح اي حد يجيبهم بجد تحفة. يعني الماركة بتاعتهم اسمها باندا تكست او باندا تكس، حلوة جدا. الثلاثة دول كانوا ب10 جنيه، فحلوين وخامتهم تحفة. كنت وريت لكم قبل كده مشابك الغسيل، قلت لكم جايبة بلاستيك ومعدن واكليرك وكده، وريتكم كذا نوع، وقلت لكم ان انا جايبة خشب بس كانوا ضايعين مني، فانا ده النوع اللي جبته، وجبت 2 باكت. الباكت فيها 20 قطعة. النوع ده حلو جدا برضو، ومش مش بيفرتول كده في الهدوم، ولا بيبوش ولا لا، حلو جدا بجد، انصحكم تجيبوه، وسعره مش غالي. الباكت دي كانت ب10 جنيه. بعد كده انا جايبه المضرب النسكافيه ده من ايكيا الاصلي اهو. طبعا تقدر تجيبي ابو 20 او اي نوع براحتك، لكن ممكن ما تجيبوش اصلا لو انت مالكيش في النسكافيه وكده، بس انا بحبه. يعني كنت بجيبه ابو 20 جنيه، ده الحجر بتاعه بيبوظ بسرعه وبيبوظ مني، ما بيكملش حاجه. ايوه عندي هاند بلندر وكده، بس ما يغنيش عن ده بصراحه. بالنسبه لي ده من الحاجات المهمه، فلو انت زيي لازم تجيبيه. بعد كده جبت مجموعة من الأكياس، هوريها لكم وهشرح لكم كل نوع، تمام؟ مبدئيا دول جايين لي من السعودية، واخدهم من أختي، فكل حاجة ليها نوع معين. كنت جايبة اللي هي بتتقفل من فوق، وجايبة الزبالة أنواع تانية، بس دول جداد فحبيت أوريهم لكم. بصوا ده أكياس كمامة، يعني زبالة اللي هي لونها اسود، ده فيه 55 كيس من جوه، كل كيس 110 سنتي في 90، يعني ده كبير جدا. وده برضو اكياس زبالة 45 كيس، يعني بس مش مكتوب المقاس تقريبا، بس ده اختي قالت لي يعني ان ده حجمه اصغر، تمام. بعد كده دي اللي هي الاكياس السندوتشات، البتاع ده فيه الباكت ده فيه 130 كيس، اللي هو بتاع الفول وبتاع التخزين بتاع الفريزر يعني، تمام. ده بقى الرول اللي هو بيتفرش وانت بتاكلي، ده فيه 15 مفرش كبار يعني، تمام. وده كان فيه، ده مقاسه 110 في 100، فتقريبا فيه 100، هو المقاس 110 في 100، بس العدد مش مكتوب، فانا كنت واخدة منها 2، يعني باكتين من اللي بيتفرش على السفرة، تمام. فدي حاجات مهمة برضو لازم تجيبيها، كيس الزبالة وكيس المفارش دي لازم تجيبيها، من الحاجات المهمة يعني. بعد كده انا جايبة الصينية دي، حلوة جدا، هي
بتاعت مشاريب عادية جدا بس شكلها مدور وعليها البومة دي، عجبتني ألوانها، وبرضو تنفع لو أنا هفطر لوحدي أو جوزي هيفطر لوحده، يعني استعمال قليل، يعني لو هتفطر لوحدك أو شخص معين هيفطر لوحده فهتكفي يعني. فأنا عجبتني شكلها وخامتها فجبتها بصراحة. بعد كده كنت جايبة الصبانة دي، هي بتاعت صابونة عادي لو انتي مسافرة، طبعا في الحمام بيبقى فيه مكان للصبانة وكده، بس دي جبتها لو سفر او مثلا ممكن تستخدميها اكسسوارات او حاجات تانية مش لازم صبانة يعني. جبت دي عصارة الليمون، جبت اللي هي الاستلس التقيل يعني، فاهمين؟ في انواع طبعا، في من بيبدأ معاكي من 20 جنيه لحد 100 جنيه، وانتي كل واحد بيجيب استعماله يعني. فانا جبت النوع ده كان نظيف جدا. وجبت ده دورق بلاستيك، طبعا في كذا دورق جايباهم ازاز وجرانيت، وده بلاستيك كده لو مية او حاجة، فعجبني شكله وجبته. بعد كده كنت جايبة ديسبنسر العجين ده شكله من جوه، هوريكم شكله، وده فكرته حلوة جدا لو انتي بتحبي المطبخ وبتحبي الحلويات زي يعني. لو انتي حد مش مهتم فلا بلاش تجيبيه، لكن لو انتي حد بيحب المطبخ وبيعمل حلويات كتير فانتي ده مهم. ده لما انتي مثلا بتعملي كب كيك فتفضلي تملي بالمعلقه وكده ممكن يدلق منك، لكن ده بتملي هنا العجينه وتدوسي هنا فبتتفتح من تحت، ولما تسيبي ايدك يتقفل، تفتحي تاخدي الكميه اللي انت عايزاها وبعد كده تسيبي يتقفل. في القطايف، في البانكيك، بصوا ليه كذا استعمال، فانا شايفاه حلو جدا يعني، فشايفاه حاجة أساسية، وكان سعره 50 جنيه فجبته. بعد كده ده براد من اللي بيتحط على النار مباشرة، بورسلين. ده كان شكله وكان سعره رخيص جدا يعني، أنا كنت جايباه 35 جنيه من فترة كبيرة. شكله حلو، يمكن أنا لو كنت شفته دلوقتي بعد ما كنت جبت طقم الفطار والصيني والكلام ده ما كنتش هجيبه، بس انا جبته من زمان من اول ما بدأت اجهز يعني، فمش هيضر يعني. بعد كده في طقم التوابل ده، بصوا هو شكله دوار نفس الشكل ده من جوه وبيلف. بصوا ده برضو جايباه من زمان جدا، اهو ده شكله بالظبط، كنت جايباه من زمان جدا، هو يعني 8 قطع. انا دلوقتي مترددة فيه مع انه شكله عاجبني وما لقيتش يعني، الحاجات اللي نازلة دلوقتي معظمها ضخم وكده، وما لقيتش حاجة حلوة تشدني بعد كده يعني، عاجبني ده اكتر، بس مترددة فيه لاني يعني حجمه قليل. بصوا دي شكل العلبة بتاعته اهو، بيتملي كده يعني وبيتعلق، بيتعلق كده تمام. هو 8 علب بس، وده اللي مخليني مترددة فيه، لاني انا شخصية بتحب التوابل جدا وبتجيب انواع كتير جدا، فحاسة اني مثلا ده مش هيكفيني فيعني جبت حاجات تانية، بس ما رميتش ده يعني، ده هحطه على الرخامة والتاني هيبقى تبع الخزين وكده. اخر حاجة معايا ثواني بس عشان الدبشة، اوه كانوا هيتكسروا. دي سرافيز بتتباع بالواحد، بصوا جبت 2 اسود و1 ابيض تمام، هما يتقدم فيهم سمك، يتقدم فيهم حلويات، وطبعا لو الحاجات دي كنت شفتها قبل ما اجيب الصيني والبارسلين والحاجات دي ما كنتش هجيبهم، بس حلوين شكلهم جميل جدا وعاجبني، وفكرة الابيض في الاسود ده حلوين جدا. ده الفيديو بتاعنا النهاردة، واتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك، هتوحشوني جدا جدا، باي باي.